احنا اعتصمنا نهار 23 ديسمبر لهنا. عندنا مقطع في قفاه وظهر الجبل اللي نعيشوا عليه. نعيشوا معناها في الارض هذه منذ ما يزيد على 350 سنه. السلطه تترخص المقطع نتاع حجاره الراس من الاستخراج هذا. المشكله نتاعنا سيدي الكاريير. الكاريير جاء السيد هذايا خدم مدة 15 سنة عد منا العين اللي نشربوا منها على معناها أكثر من 350 سنة جدودنا عاشت فيها، عد منا العين والتبطن في المرموري، عد منا فلاحتنا، الديار شققت، جبل باش ينهار علينا، ولت غبرة، ولنا تعبين، تنشرب الطنية تلقاها بالغبرة، تعمل شوية كسكسي تلقاهم بالغبرة، جميع الخدمة معناها تعبنا فيها نحن. العين كيف كيف، العين ولت تجيب لنا في التربة، نحطوه في البتية باش يركت شوية وبعد نستعملوا به الماعون، نشربوا منه، نشربوا وندوشوا منه باش نستعملوه، ومعناها جميع الحواج عندنا ما عادش طبيعية ما عادش. قاسم هو الجبل قاسمه على اثنين في النيفو هذايا، معناها هو هابط معناها بعمق في النيفو هذايا اللي احنا واقفين فيه تو، معناها قاسمه على اثنين، وطبيعه الجبل هكا ترى فيها معناها يعمل انزلاقات، والمتساكنين معناها تحت الجبل هم كساكنين تحت الجبل، هذايا في علاقه الخطر الداهم نتاع الجبل. كلنا متحلقين الدوار هكا متحلقين حول العين اللي هي تجي في الوسط بالضبط، واللي هي محدده للسكن متاعنا، وتحدد السكن متاعنا في الأرض هذه منذ مئات السنين على عين ذكارة. الماء تراه معناها بالعين المجردة تراه في الزيوت، تفرج وشنو الشيء اللي يخرج لنا معناها هاو. وباش نفهمو ساعة والحاجة تربطنا احنا هيك كحل، وهذا أبيض اللي هو جاي من الكارير، هذا يا ماء نعملو هكا ترجع يدي نظيفة، المفروض تفرج كيفاش زيت مازوت. هل هذا يتطلب أنه إحنا نشكو ونقدموا شكايات من 2013؟ هل هذا كي يجوا يقولك لجنة وما أدري شنو وما أدري شنو، هل هذا يتطلب أنه نحن معتصمين تو في اليوم 51 في العراء، معناها في برد خمير وفي الشتاء خمير؟ عم شريف عنده معناها أكثر من 40 بيت نحل هاي السنة، فنحلة هي معناها باش ترعى على زهرة معناها، وهجرت ها تفرج فوالا هجرت ها الشهد هجرت معناها نحل هجرة، لأنه النوار بكله ما عادش نوار ولا غبرة. زيتون ما عادش ينتج روند موقص. انا مثلا اول ما خلقت معناها نجيبه في من اللي كبرت نعرف، وانه معناها في دارنا ننتجوا ما بين 20 و 25 بيدون، معناها كنقولوا 25 بيدون معناها في معناها في 500 ايتر توا، معناها ولينا نجيبوا في اربع عباد، معناها ولينا مع من 500 ايتر ولينا ما عادش نعملوا حتى 70 و80 ايتر زيت زيتون من الغبره توا، على خاطر احنا معتصمين 51 يوم ما ثماش، اما كتراكي وقت اللي يخدم ما تشوفهاش الالوان، معناها الارض تو رجعت الالوان نتاعها ورجعت العصافر ورجعت حتى الارض تبتسم، معناها لانه هي طبيعه المعركه انه هو الجبل هذا يرى فيه معناها كيما تشوف حجر يلزم يبيعه هو الحجر هذاك بشكل او باخر. فالفلاحه معناها احنا معمرين من الاول الدنيا لهنا ونحبوا ارضنا، معناها ترى كل شيء، معناها تشوف الهندي تشوف الرند تشوف الكرم تشوف الزيتون تشوف العوينه تشوف الانزاس تشوف نزرع كل شيء، وهي ارض غنيه معناها هذا الكل تشوف فيه توت بري ذرو زيت قضوم كل شيء، معناها عايشين بسلام على ارضنا من هنا منذ مئات السنين عايشين بسلام. المضحكات المبكيات انه احنا نعيشوا لهنا عندنا 350 سنه وجا هو عنده 15 سنه كيكلموه يقول شكون قال لكم اسكنوا لهنا؟ ما
معناها 15 سنه تخزر ل 350 سنه تقولها اش بيك جايه تو. معناها اغرب من هذايا نكتشفوا انه الرخصه نتاعو وافيه منذ ابريل 2019. بدينا نشكو من 2013، عملنا مراسلات للمعتمدية، كانت مراسلاتنا تقف في حدود المعتمدية وما يجينا حد، معناها لا من البيئة لا من الفلاحة لا من الصحة لا من بلأنه آخر معناها آخر شكوى لينا كانت في جويلية. في جويلية السيد المعتمد يخرج ببدعة جديدة في الإدارة وفي قانون الإدارة التونسي، يقول معناها شكلا الشكوى مرفوضه لانه انت ما مصححين بستيل، ويلزم تلموا جميع المتساكنين وتجوا للمعتمديه وتبصموا بالحباط. بالنسبه لنا احنا كيف ما يتحركش الوالي ونمشيوا له ومشاو له اهالي الهويديه باش يقابلوه وما حبش يستقبلهم الناس كل واختار شكون يستقبل ومعني حتى طريقه اجابته على من استقبله في النهار ذاك معناها نتاع انا قاعدين هنا عملنا هنا نفس اللغه معناها نتاع عام 20 ما تبدل حتى شيء. في المقابل الشيء هذايا اللي شكينا به نحن صاحب المقطع يتقدم بشكايه هو جزائيه في التهديد بالطبيعه بعد ما سمعنا نحن شكينا يقدمها صباح شكايه مباشره في الحرس الوطني في مركز الحرس الوطني في نهارتها يخرج استدعاء المشتكى بهم اللي هما اللي شاكين في قضيه الحال بتاعنا نحن في نهارتها معناها السرعه نتاع الفصل نتاع الشكايه نتاع السيد هذايا معناها شيء رهيب. تقعد انت من هنا انا واحد من الناس كمحامي كي نشوف الطريقه هذه نتاع قلت لهم في مركز الحرس قلت لهم يعطيكم الصحه راكم تخدموا خدمه ياسر معناها مزروبه وبارك الله فيكم هم قويه ياسر الحكايه. ظاهره معناها الناس كل جايين معاه هو باش يجيو معاه ويجيو مع راس المال ديما الله غالب معناها. والي انت علاش معناها ما 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 تصدرش قرار بايقاف نهائي للاشغال في المنطقه هذه؟ مطالب الاهالي الاساسيه هي ايقاف نهائي للمقطع هذا استغلال المقطع، والمطلب الثاني هو التعويض عن الاضرار اللاحقه في المنطقه هذه، الاضرار البيئيه اللي هي الدوله هي اللي معناها تطالب بالحكايه هذه، لكن مالوريزمون الدوله ديما غايبه، ها المواطنين يا خويا خلي يطالبوا هما بجبر الضرر، هذا الضرر البيئي ها، وجبر الضرر زاد بتاع الديار، على خاطر بالطريقه العشوائيه اللي كان يستغل فيها في المقطع هذايا، تم اضرار بالاملاك نتاع الناس هذه، ديارها كانت مشيت ولا شفت معناها الديار عملنا معاينات نحن نتاع الديار كيفاش مشقه كيفاش معناها اضر بالفلاحه معناها الغبار هذاك واحد معناها عباد ما عادش عندها فلاحه ما عادش تخدم فلاحه وهذيك راس مال ديارهم مشقوقه شكون باش يعوض لهم هنا اللي تسبب في الاضرار يتحمل مسؤوليته. مش نولاد تونس نحن ما نعيشوش ما عندناش الحق في العيش عندنا الحق نعيشوا في تونس وهذا بلادنا وهذا ترابنا ونحن مش نخرجوا من بلادنا راه باش نكملوا الاخر وقت باش نكملوا الاعتصام هنا لا نحن انتهى الموت موتوشي على عرضنا حتى النهايه مضحين حتى بحياتنا